اليوم ذكرى استقلال المجيد 18 نوفمبر، الجالية المغربية في المنطقة الفلامانية تحتفل بهذه الذكرى الغالية والعزيزة في قلوب المغاربة داخل الوطن من طنجة للقويرة وخارج الوطن. وهذا الحفل تخليد لهذه الذكرى الكبيرة في قلوب المغاربة انضمته سفارة المملكة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة للمملكة المغربية بأنفرس. وأنا باسمي القنصل المغربي في أنفرس فخور وفرحان بالحضور ديال هذا الكم الهائل ديال المغاربة ديال بلجيكا والمنطقة الفلامانية بالخصوص اللي جاوا لهذا الحفل تخليد لهذا الذكرى الكبيرة وترسيخ القيم ديال المواطنة والقيم ديال التضحية. وهاد المغاربة ديال المنطقة الفلامانية تبرهنوا دائما عن حبهم وتعلقهم بأداب العرش العلوي المجيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وتعبروا على الالتفاف ديالهم وراء شخصه والتفاني ديالهم في الدفاع عن مقدسات المملكة المغربية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.